السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، وحياكم الله في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج رياضة، برنامجنا اللي يأتيكم كل أسبوع يوم الأثنين الساعة 10:30 مساء بتوقيت الدوحة. اليوم أكيد راح يكون لنا حديث عن أو جزء كبير من حلقتنا راح يكون الحديث عن الحدث الأبرز في موسمنا الرياضي الكروي، وهو نهائي كأس سيدي سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، اللي راح يكون بإذن الله يوم الجمعة القادم 22 أكتوبر على استاد الثمامة المونديالي، واللي راح يكون لأول مرة يفتتح هذا الأستاد، هو سادس ملعب يعلن عنه من الثمان ملاعب في بطولة مونديال 2022. الملعب راح يكون استاد الثمامة يوم الجمعة، طرفي اللقاء راح يكونون السد والريان بحضور وتشريف من سيدي سمو أمير البلاد المفدى، وهذه المباراة راح يكون الحضور فيها الجمهور راح يكون كامل العدد. لذلك حديثنا راح يكون معظم الحلقة راح يكون الحديث عن هذا النهائي. أكيد راح نتكلم في الحلقة أيضا عن الجولة السادسة من دورينا، واللي ما زال السد يتصدر فيها دورينا، لكن أنا قلت أن حديثنا الأكثر راح يكون عن نهائي كأس سيدي سمو أمير البلاد المفدى. قبل ما نطلع تقرير أو نطلع التقرير ونرجع، أو خلنا نأخذ العناوين. في دوري نجوم كيوان بي، السد ودحيل يؤكدان التفوق على حساب القرافة والريان وعودة حميدة للعربي، والتعادل سيد الموقف بين الخور والأهلي، والسلية يستمر بإهدار النقاط. السد والريان يتنافسان الجمعة للفوز بأغلى الكؤوس. بطاقة المشجع أو الفن آيدي، خطوة تنظيمية حديثة والهدف مزيد من الراحة للمشجعين. استاد الثمامة، قصة فخر قطرية 100%. برنامج رياضة يعود بالزمن لأشهر النهائيات لكأس سمو الأمير بين السد والريان. كانت هذه عناوين حلقتنا لهذا اليوم. خلوني أرحب بضيوفي، معي أخوي خالد بن علي المولوي، رئيس تجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث. أبو علي نرحب فيك اليوم. يا مرحبا عبد الله، نرحب فيك. وأيضا أرحب بمحللينا وضيوفنا الدائمين في حلقتنا، أخوي الكابتن خالد سلمان وأيضا أخوي فهد العمادي. الله يحييك. الله يحييك أبو عبد الله. أنا ما أدري، بس عندي تغيير الأماكن هذه، بس لما تغيرت تغيير تكتيكي، تغيير تكتيكي يا أبو محمد. اليوم نلعب دفاع، اليوم لاعب دفاع. الله يعينك، سببت ربك. لا حتى احنا ضعنا، تدري اذا تحط اذا تجلس عند فهد كله يحب يكتب، هني وهني وهني قعدنا كله كتابه، صرنا هناك كله حفظ. هني كتابه. انا قلت لك خطه دفاعيه اليوم. اوكي، الله يعينك، جاهز. الله يعين. سعيدين جدا صراحه بتواجد اخوي خالد صراحه ويانا اليوم. الحلقة ثرية بين شيء ثقيل بإذن الله. بس أنت شوف، أنت خلك من أبو علي خالد المولوي والحديث عن. أنا عندي تسجيل موقف. أنت اسمع، أنت عندك مباراة السد والريان. السد والريان اللي. يعني أنا أظل ساكت لين أجي حق السد والريان. لا مو بساكت، ما نستغني عنك أبو محمد. أوكي، تكل على. نذكر أن يوم الجمعة الجاية تاريخ 22 أكتوبر هي موعد المباراة النهائية اللي راح تجمع السد والريان. هذه المباراة راح تلعب على استاد الثمامة المونديالي الساعة 7 مساء بحضور وتشريف من سيدي سمو أمير البلاد المفدى. الحضور راح يكون كامل العدد،
في هذه المباراة، ومثل ما قلنا أن هذه المباراة راح تعلن عن افتتاح استاد الثمامة الدولي اللي راح يلعب لأول مرة عليه وهو سادس الملاعب. أبو علي نرحب فيك من جديد. الله يرحيك أبو عبد الله. واليوم يعني الكل ينتظر هذا النهائي. احنا أبو علي صراحة يعني أنا شخصيا زرت الملعب، يمكن كثير ما شافوا الملعب من داخل، ولكن استاد الثمامة هذا الاستاد الجميل، الملعب السادس اللي تم الإعلان عنه، يعني أنا ما أدري إذا كان السادس أو أبو علي صح السادس؟ هو بالفعل هو السادس من حيث الجهوزية والخامس من حيث من حيث الإعلان بالضبط. من حيث التدشين احنا باقي لنا راس أبو عبود بإذن الله تعالى راح تلعب في أول مباراة في كأس العرب، واستاد البيت راح يكون في افتتاح بطولة كأس العرب. بس هذا الملعب يعني قصة قصة على شكل القحفية أو الطاقية مثل ما يسمونها البعض، الشكل يعني عبر عن التراث القطري. أنا لما يعني من برا هو قمة في الجمال، لما دخل داخل أجمل وأجمل صحيح. صراحة فأنا يعني أشكر صراحة المسؤولين اللي يعني سوون لنا هذه الملاعب الجميلة التحفة، يعني ملاعب راح تخلد في ذاكرة حتى الجمهور اللي راح يحضر سواء العرب أو حتى الجماهير الأجنبية. كلمنا عن هذا الملعب خالد من حيث السعة، من حيث الشكل، من حيث الجهوزية، جاهز 100% للمباراة النهائية. وعبد الله بعد المقدمة الجميلة اللي أعطيتها للملعب ما خليت لي شيء أتكلم عنه. لا عندك كلام كثير. لا لكن مثل ما تفضلت راشد، الملعب هذا أمانة يعد أيقونة رياضية معمارية ولا أروع. كل ملاعبنا المونديالية لعام 2022 بإذن الله تعالى، كل ملعب إحنا نقول بلهجتنا ولكرتنا يقول الزود عندي، كل ملعب له خصوصية وكل ملعب له الثيم الخاص فيه، لكن استاد الثمامة تحديدا له خصوصية خاصة. من وين جاي هالشيء؟ أول شيء اللي صمم هذا الملعب هو المعماري القطري الرائع صراحة أخونا إبراهيم الجيدة، ومسوحة من إيش الملعب؟ من شكل قحفية. هذه القحفية اللي لها رمزية ولها دلالة اليوم مش عندنا إحنا كقطريين لكن في المنطقة العربية بشكل عام. القحفية دائما أبدا كانت مرتبطة بالشخصية العربية. إحنا تلفزيون قطر إحنا لأن يتابعونا من دول عربية، القحفية هي نفسها الطاقية. الطاقية. يعني. القبعة لها مسميات نعم. كثيرة. لكن بلهجتنا المحلية أبو عبد الله هي القحفية. بالضبط. القحفية هذه اليوم موجودة في أغلب دولنا العربية وحتى منطقة الشرق الأوسط، وهذه القحفية لازمتنا من اليوم إحنا صغار وإحنا تونا نخطي ونروح نعيد وإحنا ندخل المدرسة وإحنا نلعب الكورة في الفريج وإحنا نشتغل وإحنا اليوم موجودين عندك في هذه الحلقة لابسين كل قحافي تحت بغتنا والعقاب. فالقحفية لها رمزية ولها خصوصية خاصة في نفسيتنا إحنا كشعب قطري أو خليجي أو حتى عربي. نعم. فالاستاد اليوم كله مستوحى من هذه القحفية ومن رمزيتها ومدلولاتها الكبيرة جدا، هي تدل على الأصالة، على التراث، على العراقة. الملعب هذا أبو عبد الله أيضا له خصوصية ثانية، اليوم أحد الملاعب القليلة صراحة اللي موجودة اليوم في وسط منطقة سكنية، منطقة أهل الثمامة راح يكونون من أكثر الناس المستفيدين من إرث هذا الملعب. هذا الملعب اليوم سعة الاستيعابية 40,000 مقعد، 40,000 مقعد هذه بإذن الله تعالى بعد نهاية البطولة راح يتم تقليلها إلى 20,000 مقعد، بحيث أن 20,000 مقعد راح يتم التبرع فيها وفقا لما تم الإعلان عنه عند بداية تقديم الملف لبعض الدول لدعم بعض الدول المحتاجة. أيضا ما يميز هاي الملعب عبد الله إنه مساح، إنه هو تم بناه على الطريقة المستدامة بحيث إنه يعتبر مقارنة بجميع نظرائه من الملاعب الأخرى الأقل استخداماً للمياه. 40% يمكن أقل استخداماً باقي المياه. المساحة الخضراء مساحة كبيرة جداً. الملعب هذا لأهل الثمامة في مسار الدراجات، في مسار للمشي، راح يتواجد فيه مرافق كثيرة تخدم أهل المنطقة. مثل ما تفضلت راشد، 8 مباريات راح تلعب عليه في الأدوار المجموعات إلى دور الثمانية في أثناء بطولة كأس العالم. فهذا الملعب جدا متميز بشكله، بمضمونه، بفكرته وبألوانه أيضا. نعم. سعة الملعب 40,000. 40,000 صحيح. إحنا ملاعبنا كلها 40,000 أبو علي، ما عدا استاد البيت. استاد البيت 60,000 والاستاد الوسيل 80,000 بإذن الله تعالى. والباقيين كلهم. البقية على 40,000. 40,000. طيب. أبو علي قمتوا بزيارات لبعض الأسر. نعم. أو بعض المجالس. صحيح. لتعريف عن الملعب ولا عن النهائي نفسه؟
ابو عبد الله، يعني كان ايش كان الهدف من زيارتكم للمجالس هذه؟ اوكي، كان عندنا احنا اليوم مجموعتين هم الفئات المستهدفه من هذه الزيارات. اهل منطقه الثمامه اليوم، يعني اللي بيحصل في 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 منطقه الثمامه عرس كبير. هذا العرس اليوم منطقة الثمامة راح تتشرف، وكل قطر بتشرفون صراحة بتشريف سيدي سمو أمير البلاد مفدى حفظ الله. اليوم هذه المنطقة يمكن ولأول مرة خلال السنة ونص أو السنتين أنه يحدث حدث رياضي، إحنا نقول فولف هاوس بالطاقة القصوى فيها بعد بدء جائحة كورونا. فما في شك أنه هذه الأعداد الكبيرة في هذا الوقت في 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 هذا الملعب إلا ولابد قد يسبب بعض، يمكن بعض الإزعاج البسيط لأهل المنطقة. فكان توجهنا الأول لإحياء لزيارة بعض مجالس أهل المنطقة لاطلاعهم على أهم الخطط التشغيلية اللي راح تصادف يوم المباراة ويوم ما قبل المباراة، ولاطلاعهم على كل جديد ما يخص هذه. هني المدرجات حمراء، طيب، وفي خضراء، صحيح. فهد العمادي ذاك اليوم يغرد يقول ليش ما خلوا المدرجات الحمراء أكثر من الخضراء، وليش ما خلوا الخضراء أكثر من الحمراء؟ هذا الكلام فهد موجود. في فرق بين نادي هو القارة. ترى هو الملعب حق العربي والأهلي، يعني بعدين في شيء رسمي تي عبد الله. والله يا أخي اللي سمعنا بس المؤشرات تقول كذي. شوف 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 الفخامة يا كابتن خالد سلمان، ما في شك، هي أيقونة، هي تحفة معمارية، شيء راقي. أنا يعني صراحة يعني معجب جدا بالملعب، يعني جميل جميل جدا. يعني ليش الملعب مو بحق العربي والأهلي؟ أنا هاي اللي سمعته صراحة، أن بعدين يعني بيكون لجماهير العربي لأن في منطقتهم بإذن الله تعالى. الملعب هذا راح يخدم كل جماهير قطر، يعني مو بس جماهير العربي والأهلي. بعبد الله والله عاد كيفكم، انتم حطيتوا احمر واخضر وخليتوا الجمهور لا ما في شك ان اليوم يتشفع الملعب صراحه. ما في شك ان الملعب هذا اكيد انه في يوم من الايام بيتم استغلاله وبيتم العمل به من اجل خدمه جماهير انديه. نعم. طبعا هذا الملعب راح يتم اللعب عليه ايضا في كاس العرب. صحيح. كاس العرب احنا شنو هي المباريات اللي يلعب فيها كاس العرب؟ استاد الثمامة، أي مجموعة؟ دور المجموعات. نعم، بيكون في دور 16 ودور ربع النهائي. صحيح. هذه المباريات اللي راح تلعب عليه في كاس العرب، بالإضافة إلى ثمان مباريات في أثناء بطولة كاس العالم، بالإضافة إلى نهائي كاس سيدي سمو الأمير. راح يبتدي بإذن الله تعالى هالملعب، راح يتم تدشينه في مناسبة غالية صراحة، ما في أغلى من هذه المناسبة اللي هي يوم الجمعة القادم نهائي كاس سيدي سمو الأمير. بعدي راشد اسمح لي بس عندي سؤال حق بعدي، الاسم راح يتم استاد الثمامه ولا في نيه مثلا؟ والله والله يا اخي حرق علي السؤال، هاي السؤال انا مرتبه السؤال الثالث، هو ترى ما يبي هالسؤال على فكره، بس انا حاطه ما تنغنى على تي ما كان هو ما يبغي هالسؤال. طلعتك من الاحراج خالد. انا ما سالته ابو محمد، احنا ما اتفقنا على شيء نهائيا مع عبد الله، يعني انا ما سأل. لكن على كل اللي انا اقوله اليوم احنا نتكلم على استاد الثمامه، ما في شك اختيار اسامي الملاعب والاستادات تخضع لاعتبارات كثيره، لكن تاكد والكل خلي يتاكد بانه ما في شك بانه اختيار الاسم بيكون سواء بقى اسم الثمامه او تغير اسم الثمامه راح يكون بالشكل اللي راح يلبي اعتبارات كثيره حقيقه. يعني ما في شك، وممكن يثبت على القحفية بعد ولا كل الخيارات موجودة، لكن اليوم حنتكلم بإذن الله تعالى ملعب الثمامة إن شاء الله. حلو أبو محمد، قلنا أنت كلامك المباراة السادة ما قلنا لا أبو محمد كمل عليك ساكت. لا شوف أنا هناك الملعب، أنا بقول لك شيء، ما شاء الله عليك راشد، أنا قايل لك أنت إنسان محنك والمعدين اللي عندك جدا ممتازين، حتى لو أنت تبي تسأل انت تبوق السؤال قبلنا، شو نسوي فيك يعني؟ فانا لسه نستمع ابو محمد. يا اخي لا تمدحني قدامي هاي وين امدحك بعد ما لا يعني المد لا بس انا يعني اذا لا لا احنا انا يعرفون ان ما اعرف اجامل في الكلام، اذا لو فيك شيء ترى بطلع لك الحين، انا انطرك بس الحين تغلط على اساس اعطيك على خلينا نروح لتقرير ملعب. طبعا احنا قلنا ملعب هو طبعا من الملاعب مثل ما قلنا الثمانية، كل ملاعب كأس العالم مميزة بخاصية التكييف. صحيح. هذا الملعب مثل ما قلنا الخامس، بقى عندنا تدشين استاد راس بو عبود واستاد البيت واستاد لوسيل، ولكن من حيث الجهوزية هو الملعب
السادس لان استاذ البيت يعني صحيح. جاهز يعني مش تقريبا هو جاهز يعني وراح يكون تتشينا في المباراه الافتتاحيه لكاس العرب باذن الله تعالى. خلنا نروح تقرير عن استاد الثمامه او ملعب الثمامه، نشوف هذا التقرير ونرجع لكم من جديد. على بعد 12 كيلو مترا جنوبي مدينة الدوحة التي ترفل في أبراجها الشاهقة ومنتزهاتها النابضة بالحياة يقع استاد الثمامة، رمز الثقافة القطرية والعربية الغنية والأصيلة وعنوان الكرامة والاعتزاز بالنفس الذي يمثله تصميمه المستوحى من شكل الجحفية التي يلبسها القطريون والخليجيون وكثير من العرب تاجا فوق رؤوسهم. يعبر استاد الثمامة عن الشباب القطري الذي يقود الدولة نحو النهوض وبزوغ نجمها كلاعب أساسي في المشهد الرياضي العالمي، لكنه في الوقت نفسه يحتفي بالتقاليد العربية التي استوحى تصميمه المتقن منها. أما قربه من مطار حمد الدولي في الدوحة فيمنح ضيوف قطر فرصة الاستمتاع بمشاهدة هذا الاستاد الرائع من الجو، يستمتعوا بتصميمه الدائري الأخاذ وسقفه ذي الملامح المزركش بإتقان وعصرية. وقد قاد مشروع تصميم استاد الثمامة المهندس القطري إبراهيم محمد الجيدة ليكون دليلاً على تميز المبدع القطري وحساسيته المرهفة للخلطة الفنية التي تنجح دائماً. دمج روح الأصالة بذائقة العصر ونقل تراث الشعب القطري الأصيل من الماضي التليد إلى المستقبل المبشر بالخير والعز. طبعاً أنا قلت يستضيف مباريات دور المجموعات في كأس العالم، في كأس العالم دور المجموعات استاد الثمامة ودور الـ16 ودور ربع النهائي، وأيضاً راح يستضيف مباريات في بطولة كأس العرب، ومثل ما قال أخوي خالد المولوي راح يتم تدشين الاستاد في نهائي كأس سيدي سمو أمير البلاد المفدى. طيب الحضور راح يكون يعني رسمتوا خطة لدخول الجمهور أبو علي أو مثلاً بينتوا للجماهير يعني أنتوا كامل العدد ما شاء الله بإذن الله تعالى، وهذا الملعب يقع في منطقة حيوية يعني ومكتظة بالسكان، يعني كيف أنتوا يعني استعديتوا لهذا الشيء؟ أبو عبد الله كانت إحنا استعداداتنا تجاه استضافة مثل هذا الحدث مبنية على خطين يمشون بالتوازي، أهل المنطقة نفسهم حتى كيف نأهلهم من الآن أنهم يتعاملون مع استضافة هذه الألوف المؤلفة في منطقتهم خلال فترة الحدث من خلال زيارات لمجالس أهل المنطقة، من خلال إرسال رسائل بالمسجات، من خلال عمل بعض المنشورات، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لإعدادهم وتأهيلهم لاستقبال مثل هذا العرس، العرس الوطني الكبير. وأيضا كانت عندنا خط آخر ماشي بالتوازن أو بالتوازي اللي هو كيفية توعية جماهير قطر كلها كافة، السد والريان خاصة، لكن كل الجماهير اللي كيفية الوصول إلى المواقف الخاصة بالسيارات، المواقف الخاصة بالأجرة، كيفية الوصول إلى الملعب من خلال استخدام خط المترو اللي يوصلك إلى الفري زون، وبالتالي في شاتل باص يوصلك للمنطقة. المترو وين يروح أبو علي بالضبط؟ يوصل يعني إلى يعني منطقة الفري زون، المنطقة الحرة للملعب. لا هذه يعني بعيدة عن الملعب شوية، لكن في شاتل باص تاخذ كل يعني الجماهير عقب ما يطلع من المترو يركب على طول باص في الشاتل باص في اقل من 13 دقيقه. هذا في نهائي كاس الامير، في نهائي كاس سيدي سمو الامير. وبالتالي هذه التجربه راح يتم تجربتها واعاده تجربتها سواء في كاس العرب او حتى مع كاس العالم. نعم بالنسبه للجمهور ترى السد والريان يعني اكبر قاعدتين يعني صحيح. يعني معلش فهد لان العربي مش نهائي فنقول اكبر قاعدتين السد والريان، تقصد يعني مو بشكل عام بس السد والريان في هذه المباراة هم أكبر غائتين ما في شك، أضف عليهم النادي العربي، ففي هذا النهائي السد ليش توجه لي الكلام لا لأن حسيت أنه قام يطالعني
يوم قلت أكبر غائتين قام يطالعني. لا الحين الوقت الحالي نتكلم عنها، خلنا نتكلم على مجال 4 سنوات 5 سنوات سد. 6 سنوات سد سد يعني ليش الآن أنت تتردد في كلمتك تقول؟ مش أتردد يا أخي، أنا أحترم. لا ضيفي أحترم كل الجماهير. لا ما تحترم جماهير العربي يا أخي، هذا عرباوي نادي عريق أيضا يا أخي أبو محمد. ما يصير أنا أقول أكبر غائتين واسكت وعندنا عرباوي. بيزعلون عليك جماعة قطر، بيزعلون عليك جماعة الأهلي، بيزعلون عليك، بيقولون لك إحنا شنو ما عندنا قاعدة؟ عندنا قاعدة الجماهير. لا بس إحنا نقول الأكبر، الأكبر. استاد الدوحة كان جمهور قطر ما حد يوازيه. أشكرك يا أبو محمد على كل. أنا واحد لعبت في الملعب هذا. طيب كان ذاك الوقت الاستغلال، الاستغلال لنهاية مباراة الاستغلال ما في حد في الملعب، لا تقول لي جمهور ريان، لا تقول لي عربي، لا تقول لي سد، لا تقول لي غيره. وين الجمهور الحين؟ زين اوكي يبدا عيل احنا اوكي الحين العربي من كم سنه ما اخذ بطوله اللي تحدث عنه وانت اعتذرت حق فهد، حيل اعتذر للجماهير الثانيه بعد. ليش يا اخي احنا نقول لك انا مو ضد العربي، العام لاعب نهائي كاس امير يا خالد، اقول موجود خالد. جمهور قطر موجود، بس مقارنه جمهور عربي بجماهير الثانيه فرق كبير يعني. وين متى هذا موجودين في المتحد وين؟ يا خالد الحين يا اخي خلنا في مباراه السد. أوكي. الله يخليك يعني مباراه السد. لا مش مباراه السد احنا في انت الحين انا اقول لك ان الملعب بيشيل اكبر غاعتين جماهيرتين اللي هي السد والريان بس. اوكي ان شاء الله. انت سالت سؤال مهم قلت قول. بالنسبه يعني احنا خالد صراحه انا تليفوني مو موقف، يقولون الناس الموجودين في الثمامه يقول لك ما حد زارنا. رديت لهم قلت لهم تبون يزورون كل بيت هناك موجود؟ هم اوكي بيمرون مجالس كلهم لهم حق. لا يعني معقول بيمرون بيوت الثمامة؟ لا معلش انت تقول لكم احنا نقول لهم الحق لكن الجماعه ما يقدرون. لا ابو عبد الله حقيقه يعني انت ما تقدر زي ما تفضل ابو محمد انك تمر على كل مجلس، لكن اليوم مرينا على عده مجالس، اليوم زرنا عضو المجلس البلدي يعني منطقه الثمامه وطلب امانه من عدد من يعني اعيان المنطقه وشباب المنطقه ان يكونوا متواجدين عنده في المجلس، وفي منهم من لبى وفي منهم من اعتذر في اخر لحظه، وتم شرح كافه الاستعدادات وكافه الخطط الخاصه في استقبال هذا العرس الوطني في منطقه الثمامه. ايضا المسجات طلعت لكل اهالي المنطقه، ايضا البشرات اللي توزعت للبيوت توزعت في منطقة الخدمات داخل المنطقة. فأنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال برنامجك اليوم براشد، إحنا قاعدين نوصل حق أهالي الثمامة يعني. بالضبط بالضبط، وأنا أقول أن هم لهم الحق ولهم الاحترام والتقدير اللي يرسلون حق كابتن خالد سلمان، ولكن من الصعب أن أنت توصل للكل، ولكن أنت تحاول أنك توصل للبعض، وبالتالي يعني الرسالة راح توصل بإذن الله للجميع. جهد راشد مشكور ترى من الإخوان أن يزورون المجالس، أنا ترى بعد مو بمطلوب منهم أن يزورون المجالس، يعني هم قاعد يضيفون يعني كنوع من التقدير لهم، لأن في الأخير إذا ساكن هذا المنطقة هذه وعرف أن في مباراة طبيعي أن يعني الطرق راح تتسكر، طبيعي يعني المنشورات والمسجات أنا أشوفها كفاية، بس اللي قاموا فيه الإخوان صراحة يشكرون عليه. طيب شنو هي الخطوات أبو علي اللي راح يعني اللي المفروض انه يتبعها الجمهور للحضور؟ أنا يعني ايش عليه انه يسوي؟ يا اخي شوف راشد، اذا نبي بالفعل تكون مباراه سلسه وسهله فيما يتعلق بدخول وخروج الجماهير، فانا صراحه من خلال هالمنبر من خلال هالبرنامج ابو عبد الله ودي نطلب من جميع الجماهير اللي لها الرغبه في الحضور او اللي بالفعل اشترت تذكره وعندها بطاقه الفان اي دي انها تتواجد قبل انطلاق المباراه بعدد كافي من الساعات، على الأقل 2 أو 3 ساعات. الاستاد راح يفتح 3 إلى 4 ساعات قبل انطلاق المباراة، وصدقني راشد ما راح يتمللون في عدد من الفعاليات اللي راح تقام في منطقة الاستاد ودور ما دور الاستاد، وفي فعاليات ما قبل المباراة. أعتقد هاي بتكون كافية صراحة أن الناس تستمتع بأجواء هذه الأيقونة الرياضية والتحفة المعمارية. طيب الحضور يعني راح يكون عن طريق المترو أو اللي بيروح بسيارته الخاصة؟ عندنا 3 طرق للوصول للملعب عبد الله. الطريقة الأولى اللي الأشخاص يصلون من خلال سياراتهم الخاصة. حلو. وهنا في عندهم 3 مواقف سيارات خاصة، منطقة الفي آي بي ومنطقة الهوسبيتاليتي ومنطقة الجماهير العامة. حتى لتسهيل وصول هذيل الناس، وأنا شرحت حق أخوي خالد الحين إنه إحنا حطينا QR كود موجودة على جوجل ماب قاعدة تنتشر من خلال المنشورات اللي موزعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ان كل واحد وفقا للتذكرة اللي هو حاجزها يضغط عليها يوصل بروحه للمنطقة براس الخدمة. حلو. فالسيارة الخاصة هي احدى الطرق.
الطريقة الثانية اللي هي من خلال سيارات الأجرة والتكاسي في مواقف خاصة قريبة من الاستاد جدا لإنزال ركاب وركوب ركاب سيارات الأجرة. الطريقة الثالثة اللي أنا شخصية ودي أشجع الناس على استخدامها اللي هي المترو. المترو حتى وإن ما كانت محطة المترو يعني قريبة من الاستاد، لكن هي بالفعل وسيلة فعالة وأثبتت فعالية صراحة. كلنا نذكر في افتتاح ملعب الجنوب نفس الحالة، المترو محطة المترو بعيدة جدا، لكن في استخدام الحافلات بصورة متكررة سهلت على كثير من الناس الوصول إلى الاستاد من غير زحمة والوصول بوقت مناسب والاستمتاع بهذه التجربة. هي ثقافة صراحة الناس استمتعت فيها حتى في بطولة العالم للأندية أبو علي بعد 2019. صحيح أبو محمد خليفة. الشيء الحلو أن ما عمل حتى إحنا عندنا طبعًا التذاكر، عندنا البطاقة. نعم. البطاقة اللي هي بطاقة مشجع. الفان آيدي. الفان آيدي نقولها بطاقة مشجع لأن إحنا وصلناها للشارع الرياضي ببطاقة. صحيح. مشجع. صحيح. أوكي. البطاقة نفسها راشد فيها للمترو، تدخل المترو حق المباراة. في هذه المباراة. في إيه إيه. هذه المباراة فقط. المترو هاي من ضمن الامتيازات الموجودة في البطاقة. أنا أقصد أن من هذه المباراة هي راح تخولك في كأس العرب أن أنت تستخدمها للمترو لدخول المباراة. الشيء المهم راشد وفي كأس العالم، ولكن هو النظام هذا راح يطبق من كأس الأمير، من نهائي كأس الأمير. أوكي. لا بس أنا يعني هذا يعني أوكي. إيه هي بطاقة المشجع أو بما يسمى بالفان آي دي، هي تجربة على مستوى النطاق المحلي راح يتم تجربتها للمرة الأولى من خلال كأس سيدي سمو أمير البلاد المفدى يوم الجمعة القادم، لكن أهي راح تكون البطاقة اللي تأهلك وتخولك إلى دخول أي ملعب وأي منشأة رسمية في كأس العرب أو كأس العالم، اللي من غيرها ما راح تقدر تدخل هذه المنشأة. فبالتالي إحنا شفناها يعني فرصة جدا ذهبية، فرصة جدا رائعة. حتى من الآن الشارع القطري والجمهور القطري والجمهور الكروي تعود على كيفية الحصول على هذه البطاقة وكيفية استخدامها. نعم. الآن اللي عنده الفان آي دي في نهائي كأس سمو الأمير يقدر يستخدمها في المترو؟ يقدر يستخدمها في كل وسائل المواصلات العامة في هذا اليوم، المترو والنقل العام مع التكاسي. يعني أنت في المترو. زيادة على هذا راشد، العملية الموجودة عملية سلسة وبسيطة جدا في قاعة المؤتمرات، ما تأخذ 20 دقيقة إلا بطاقتك في جيبك ورايح. المشكلة اللي صايرة والتوعية اللي قاعد تدور عندنا على أساس نستعجل الموضوع هذا ونقول للجماهير تعالوا من الحين خلصوا أموركم، لا تيون لليوم اللي قبل المباراة اللي يصير الضغط. قاعة مؤتمرات صراحة من أكبر القاعات موجودة وجميع الامتيازات موجودة فيها. تعال خذ الرقم مالك وانتظر أبد شوي ولا منادينك، لأنك 32 كونتر يا راشد موجود بالضبط هناك. فأنت اليوم جماهيرنا يجب أن تكون العملية تكون بدري، روح من الحين خلص بطاقتك حطها في جيبك وخلاص وارتاح. لا تضغط نفسك اليوم اللي قبل المباراة وتضغط الناس اللي تعمل في هذا الموضوع. أشكرك أبو محمد، يعني النقطة اللي تأثرتها صراحة نقطة جدا رائعة، اللي هي إن شلون الثقافة إن إحنا نشتري اليوم تذاكرنا ونجهز نفسنا لهذا الحدث الكبير بوقت بدري. ما تعودنا دائما راشدنا في آخر لحظة في آخر يوم ويوم قبل المباراة إن نبدي ندور وين التذاكر ونشتري التذاكر. الآن هذه التجربة تأهلك وتدربك إنك أنت تبدي ترتب أمورك واحتياجاتك والتزاماتك إنك تحضر مثل هذا الحدث بوقت كافي. احنا عندنا كليب توعوي عن اللي تكلم عنه ابو علي ناصر خالد المولوي عفوا، ان الجمهور وين يحضر او يحضر بوقت كافي قبل المباراه. خلينا نشوف هذا الكليب، بعدها راح نروح نشوف تقرير عن بطاقه المشجع او الفان اي دي وكيفيه الحصول عليها. وهذه هو عندك خيارين، اما تروح بالتيكت او بالفان اي دي، ولا انا غلطان ابو علي؟ لا حضور الملعب لازم يكون عندك الفان اي دي. بس الفان اي دي. حلو، خلينا نشوف الكلب التوعوي وبعدها نشوف تقرير بطاقه المشجع او الفان اي دي. كيفيه الوصول الى استاد التمامه، مواقف مقاعد الضيافه.
يمكن الجماهير الحاصلين على تذاكر مقاعد الضيافة استخدام مواقف المركبات المخصصة لهم في الجهة الشمالية من الاستاد بمحاذاة الممر الغربي من الطريق الدائري الخامس بين شارع أسد بن عين الفرات وشارع مسيمير. اتبع اللافتات الإرشادية وصولاً للساحة المخصصة لمواقف مقاعد الضيافة، مع العلم أن الوقت إلى الاستاد من هذه المواقف يستغرق 7 دقائق مشياً تقريباً. سيفتح الاستاد أبوابه قبل 3 ساعات من موعد انطلاق المباراة في الساعة 7. يرجى الوصول إلى الاستاد مبكراً قدر الإمكان والاستعداد لإبراز بطاقة المشجع وتطبيق احتراز والحرص على ارتداء الكمامة طوال الوقت. مبادرة جديدة وخطوة تنظيمية نوعية نحو الأمام ستبصر النور من خلال المباراة النهائية لكأس سمو الأمير، الغرض منها المزيد من التسهيل والتيسير على المشجعين في الحضور والوصول والاستمتاع. بطاقة المشجع. باقي كم يوم إن شاء الله على كأس سمو الأمير، والمركز طبعا هو الجزء من الخطوات اللي بدأنا فيها اللي هي توزيع بطاقة المشجع بعد ما يحصل المشجع على قسيمة حجز المقعد أو المقعد إذا كان شاري حق مجموعة، وهنا عملية تسليم البطاقة للمشجعين. طبعا بيكون عندنا أكثر من طريقة للتسليم، الأشخاص اللي حجزوا المقاعد وسووا عملية التسجيل أونلاين عن طريق موقع المشجع بتكون البطاقة توصلهم عن طريق القطر بوست. بالنسبة اللي حجز بطاقة الهوسبيتاليتي ممكن يسوي تسجيل أونلاين عن طريق الفان آيدي، وبعدين بنطبعها ونطرشها عن طريق قطر بوست، أو إذا هو حاب يجي هني يسوي يكمل عملية التسجيل ممكن يسجل هني أون سايت وتتسلم له بطاقة الهوسبيتاليتي. فريق عمل احترافي وخدمات متعددة يتم تقديمها في المركز المعتمد للتسليم بكل انسيابية ويسر، والهدف دائما مزيد من الراحة والتنظيم. بداية 12/10 بدأ المركز العمليات لتوزيع البطاقات والتسجيل، سواء كان تسجيل أونلاين أو توزيع بطاقات. فمن الساعة 10 صباح لين الساعة 11 في الليل متواصل في خدمة المشجعين. يوم المباراة إن شاء الله بيكون توزيع البطاقات المتبقية اللي ما سلموها أو تسووا تسجيل متأخر، بيكون في عندنا مركز خدمة المشجع موجود في استاد التمام إن شاء الله. تعاونين الشباب والمركز ما شاء الله عليه يعني بساعة كبير وما أخذش من وقت بالمرة، يعني إجراءات سريعة جدا. الجميل في الشيء أن تي تأخذ كل أمورك هذه في خلال 24 أو ربع ساعة من صف السيارة بالبارك، تي تستلم هنا أمور كلها يعني سهالات. قبل كأس العرب وقبل كأس العالم 2022 إحنا قاعد نشوف يعني قطر قاعدة تتميز بتنظيم بطولات عالمية في كل الألعاب، والآن تأتي على رأسها كرة القدم. كل ما هو جديد ومفيد وحضاري تجده في قطر، ومن هنا فلا غرابة أن تكون الدوحة عاصمة للرياضة بكل أنواعها، فهي السباقة والرائدة إداريا وتنظيميا ورياضيا. رجعنا لكم مشاهدي الكرام بعد ما شفنا تقرير عن بطاقة المشجع أو الفان آي دي اللي راح تستخدم لأول مرة عندنا في نهائي كأس سيدي سمو أمير البلاد المفدى، المباراة اللي راح تجمع السد مع الريان. إيش الهدف أبو علي أن أنتم راح تطبقون هذا النظام في هذه المباراة تحديدا؟ يعني أبو عبد الله، قبل نقول عن الهدف خلينا نتكلم شنو بطاقة الفان آي دي أو شنو هي بطاقة المشجع. هي أمانته هي بطاقة ذكية تعريفية تحتوي على بيانات المشجع نفسه، اسمه، جنسيته، رقمه الشخصي، وايضا البيانات الخاصه في كرسيه، المدخل اللي راح يحتاجه للدخول والوصول الى كرسيه بكل سلاسه وبكل مرونه، وايضا تعطيه بعض الامتيازات مثل ما تفضل اخوي ابو محمد. في هذاك اليوم راح يكون عنده امتياز خاص اللي هو استخدام وسائل النقل العام بصوره مجانيه في حال رغب ذلك. الهدف منها اليوم نطبقها ابو عبد الله، ان اليوم الكل لازم يعرف بان هي راح تكون بطاقه الزاميه للدخول لجميع ملاعب كاس العالم وكاس العرب،
ولجميع الأوفيشال سايتس الخاصة بفعاليات كأس العالم. فبالتالي يجب على الشارع القطري وعلى الجمهور القطري من الآن والمقيم أن يتعود على مثل التعامل مع مثل هذه البطاقة، التقديم لها واستخدامها. حلو، هي في يعني هذه تجربة لكأس العرب. صحيح، ولكأس العالم بإذن الله. بإذن الله. هي فكرتها أن أنت تحجز مبارياتك، يعني تقول أنا راح أحضر هذه المباراة وهذه المباراة وهذه المباراة وتخزنها في هذه البطاقة، وبالتالي أنت تروح على مبارياتك بهذه البطاقة تلقائيا. بالضبط أبو عبد الله، قلنا الأساس هي بطاقة تعريفية ذكية فيها جميع بياناتك، فيها جميع الباكيجات اللي راح تاخذها وتحصل عليها حتى تأهلك لدخول المباريات وفعاليات البطولة، بالإضافة لعدد من الامتيازات اللي راح تضاف إلى هذه البطاقة. فاستخدامات البطاقة بتكون كثيرة جدا، فيجب عدم الحكم عليها لكأس الأمير. كنا نهدف أمانة لتحقيق هدف جدا مهم، أول شيء تعريف الشارع القطري والشارع الكروي إن فيه شغلة اسمها بطاقة المشجع. الشغلة الثانية إن الجميع لازم يتعرف على الإجراءات المطلوبة للتقديم على طلب إصدار هذه البطاقة وكيفية استلام هذه البطاقة، لكن امتيازات هذه البطاقة بتكون أكثر بكثير مما بتشوفونه في نهاية كأس السيد سمو الأمير. يعني بتكون أكثر في كأس العالم بإذن الله. كأس العالم. نعم. يعني أكثر من أن أنت تدخل مباراة أو تركب المواصلات. بتكون أكثر بكثير. بتكون لها أشياء أخرى. يعني. بالضبط. يعني ناس يمكن تحاول تشبه بطاقة المشجع الخاصة فينا أو اللي بتصير بي بما حصل في روسيا، لكن الفارق كبير جدا. مبدأ وكونسبت اللي بيصير عليه في الدوحة ما صار في أي بطولة سابقة من بطولات كأس العالم حقيقة. أبو علي، البطاقة هذه فيها فئات؟ يعني مثلا أنا لما أخذ تذكرة VIP أو أخذ مثلا البوكس فوق، تفرق معي لما ناخذ من درجات الدرجة الثالثة؟ لا، البطاقة هذه أبو محمد هي وحدة ثابتة تحتوي على اسماعيل. أبو اسماعيل، البطاقة هذه الله يحفظك هي بطاقة وحدة ثابتة، هي بطاقة تعريفية ذكية تقرأ بياناتك فيها أهم المعلومات الخاصة فيك وفيها الباكيجات اللي أنت حاطها فيها، فهي راح تكون بطاقة واحدة بشكل واحد، لكن ما تحتوي هذه البطاقة هي راح يكون مختلف يمكن من شخص إلى آخر، لكن الامتيازات راح تكون متوافرة للجميع. نفس الامتيازات للكل، يفترض ان تكون نفس امتيازات للجميع. والمباريات ابو علي، مثلا انا اخترت 4 مباريات، نعم، بعدين ابي احضر مثلا نصف نهائي او دور ربع النهائي او النهائي، مثلا اسوي له اضافه ولا ايش؟ شوف ابو عبد الله، ولا اخذ بطاقه جديده؟ ابو عبد الله، الى الان يمكن عندنا اكثر من خيار وعندنا اكثر من طريقه لعمل احنا نسميها الاد اون على البطاقه، اذا في مباريات اكثر او في امتيازات اكثر، لكن مبدئيا هذا اساس البطاقه. مثل ما قلنا احنا اليوم في فتره تجريبيه في كاس السيد سمو الامير، لكن الفكره اكبر واوسع واشمل بكثير ما بتشوفونه، لكن كل هذه النقاط كيفية أن أد أون بتكون على نفس البطاقة أو من خلال إصدار بطاقة ثانية أو من خلال وسيلة أخرى، هذا راح يتم الإعلان عنه إن شاء الله لاحقا. طبعا المكان اللي تقدرون تأخذون منه بطاقة المشجع أو الفان آي دي هو QNCC، المكان الوحيد. إيه صحيح، لكن اليوم البطاقة ممكن توصلك لمكانك ومحلك. يمكن اللجنة المنظمة صراحة سعت إن من خلال التعاون مع بريد قطر ان الشخص اللي يقدم على البطاقه اونلاين هو جالس مكانه وهو ماسك تليفونه. طيب وين يروح اونلاين ابو علي؟ يعني يدخل وين الحين اللي يشوفونا يبي يسويها الحين اونلاين؟ اوكي، وين يروح؟ في مواقع موجوده خاصه لاصدار تذاكر نهائي المباراه ابو عبد الله، www.qc21.qa، يدخل فيها وهناك، والاجراءات جدا سهله وبسيطه ابو عبد الله، لكن ما سهلناه عليهم ان البطاقه ما يحتاج انت تروح تاخذها، هي توصلك مكانك خلال 48 ساعه من تقديم طلبك لهذه البطاقه. وموجود ايضا على موقع الاتحاد القطري. صحيح. لكره القدم. صحيح. ايضا انت تقدر تدخل وتاخذ، لكن الخيار الثاني راشد موجود اليوم. في واحد يقول يا اخي يمكن انا يا اخي ما اعرف استخدم الابلكيشن، ما تقدر تروح QNCC. تروح QNCC يلا لا يهينك، مثل ما تفضل اخوي خالد. ابو محمد راح ما اعطانا تجربته. ابو محمد لا، رحت انت هناك؟ اي اعطينا خادم يشوف تجربتك حقيقه. يعني انا الصراحه تفاجات بالموضوع، تفاجات بطريقه ايجابيه ولا سلبيه؟ الطريقه الايجابيه، ما كنت اتوقع ترى. الحمد لله بجد وصلت. الأمن والسيكوريتي موجود على البوابة، يأخذ الاحتراز، تدخل من الاحتراز على طول تروح
على الساينات الموجودة اللي توديك للقاعة اللي هي موجودة لبطاقة مشجع. جيت دخلت على طول ضغط على الرقم، خذيت الرقم مالي، جلست على الكرسي، طنق ضرب الرقم ربع ساعة، رحت الرقم، البيانات موجودة عندهم طبعا مثل ما تفضلت، على طول البطاقة 20 دقيقة بطاقتك في جيبك، طالع من هناك شارب قهوتك وامورك كلها طيبة. ليش أنا أقول حق الأخوان استعجلوا الموضوع، استعجلوه، يعني الأمر متعة بحد ذاته، هي متعة وانت رايح يعني متعة الصراحة، لما بتشوف شيء جديد عليك، ترى احنا ما تعودنا، يمكن احنا الكبار ما تعودنا. لا في نقطة ثانية ابو محمد، اليوم هذه بتظل ذكرى، اليوم بطاقة بلاستيكية في عليها صورتك وبياناتك والمناسبة والفريقين، هذه تحتفظ فيها ذكرى، يعني هذه بيرسوناليز بطريقة انه تظل ذكرى طول العمر. صحيح. الشيء الثاني انه بالفعل هي تجربة تخوضها من اللحظة اللي انا بركب فيها السيارة لين ما اوصل للمكان ولين ما اقدم الطلب واخذ الطلب، كلها تجربة جميلة تكمل التجربة اللي راح تجي. ثقافة جديدة. صحيح. ثقافة جديدة ما في شك. راشد بس سريع، ها تفضل. انا رحت تقريبا قبل 4 ايام حضرت القاعة. ما يا اخي شوف الثقافة ما تلقى انت يا ابوي من نردك انت روح التوجه غير مختلف عني انا. على العموم قبل 4 ايام رحت، يوم دخلت دخلوني داخل المكان مال البطاقات، الجماعه خذوني المسؤولين ودوني داخل، البطاقات الموجوده اللي هناك ابي اشوف قطره وعقال ما شفتها، كل الاخوان المقيمين والاخوان يعني الجنسيات الاخرى الموجودين، شوف يعني. لان لا هي تظل العمليه جديده علينا، هي جديده لهذا الاساس، احنا متعلمين على شفت الفاست فود، تعال حق المباراه اليوم اروح اليوم ادخلها، لا بس وهذا الحين تغيرت الحياه، احنا عندنا بطوله عربيه جايه، عندنا كاس العالم 2022. بس انت ايضا اليوم احنا عندنا اخواننا المقيمين عندنا ايضا، هم يبون يشوفون الملعب، هم حريصين مثلك يبون يشوفون الملعب، وهم ايضا هم يعني شكلون عدد كبير عندنا. صحيح. فيعني في سؤال جاني ابو علي بالنسبه للفحص كورونا، يعني الدخول بالفحص لا بشك يا ابو عبد الله ولا بس بالتطعيم؟ اللهم لك الحمد والشكر، هذه التجربه يمكن احنا مع كل شركائنا المحليين من جميع المؤسسات الوطنيه المختلفه صراحه حاولنا وسعينا ان يكون هذا العرس بالفعل عرس كامل متكامل بتشريف سيدي سمو الامير، وبالتالي راح يكون باذن الله تعالى نتوقع ان يكون الملعب باكت فول اوف هاوس بالكامل، لكن وضعوا لنا الاخوان عدد من الاشتراطات البسيطه جدا، انه صح. يكون الحضور يجب انهم ناس من المتطعمين ماخذين الجرعتين واحترازهم اخضر ومبروز وامورهم طيبه، ايضا في فئه بسيطه جدا او يكون من الناس المتعافين في خلال 12 شهر صح. وفي فئه بسيطه جدا اللي هم 10% فقط، الاطفال ما دون 12 سنه ممكن يحضرون في حال ان اخذوا فحص الكورونا السريع، لكن عدا ذلك ما في لا فحوصات بي سي ار ولا اي شيء ابو محمد عبد الله. يعني الحين انا ابي احضر مو بلازم فحص نهائيا، اللهم احتراز اخضر ومطعم جرعتين الفن اي دي وانت على كرسيك يا ابو عبد الله، وانت على كرسيك ما يحتاج. في بطاقه الاستضافه تختلف عن الفان اي دي؟ لا هذه الله يطول عمرك هي كاتيجوري من البطاقات الدعوات، عرفت شلون؟ اللي هي الله يحفظك احنا عندنا في 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 التذاكر العاديه وفي اكثر من فئه، ايضا فيها السكاي بوكس في منطقه الضيافه، هي كاتيجوري خاص بفئه محدده، ولكن الكل راح يحمل بطاقه المشجع وحده ما راح تختلف. السكاي بوكس في كاس الامير؟ صحيح في كاس الامير. لا انا اقصد اللي يبي يحجز، يعني اللي يبي يحجز فيه، لكن كلها تم حجزها ابو عبد الله على طول خلاص، يعني خالصة. ما فيه لا ما الان اللي يبي يحضر ابو عبد الله. انا يمكن راح تتفاجئ اني اقول لك، يعني اذا ان شاء الله كتب وان الترند مال شراء التذاكر مشى على الرذم اللي احنا قاعدين نشوفه في اخر يومين، انا يعني ودي اشد على يد اخوي ابو محمد واقول له الحقوا يا اخوان على التذاكر، ولا حد يجي لنا اخر يوم قد تذاكر على الفان اي دي تذاكر المباراه باذن الله تعالى. لا الحين تذاكر المباراه هي تاهلك انك تحصل فان اي دي.
حلو. أنا أقصد مشجع. أنا أقصد مشجع. أنا أقصد في الملعب كل اللي جايين 40,000 راح يكون عندهم فان آيدي. الجميع لازم يكون عنده الفان آيدي. صحيح. يعني بدون التذكرة ما يقدر يأخذ الفان آيدي. لا أساساً التذكرة هي إجراء يأهلك للحصول على الفان آيدي. لكن الفان آيدي هي إلزامية لدخولك الملعب. نعم. إنزين واحد ما قدر يروح يأخذها من الكيو إن سي سي. عندك في خلال 48 ساعة بريد قطر يوصلونها لك. لا 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 أنا أقصد الحين واحد طقت في راسه بيحضر المباراة يوم الجمعة. زين حلو. هاي ما في راحة. لا أنا أسأل. تبي تروح الملعب تبي كشك يعني. لا لا يا أخي أنا أسأل. أنا عندي اليوم أبو علي هو اللي يجاوب. واحد ما يدري أو ناسي أو كان مسافر. خلني بقول لك جاء يوم الجمعة عقب ما صلى طقت في راسه بيحضر يقدر. إذا ظلت تذاكر إيه ليش لا. لكن أنا شك. إنزين إذا وين يروح في هاليوم؟ في هاليوم ستيل راح نكون موجودين في الكيو إن سي سي وأيضا لو ظلت تذاكر نكون موجودين في الملعب. حلو. آه شفت شو يعني في أمل. لا بس أبو علي أنت قصدك في الملعب التذاكر تكون متوفرة ولا فان آي دي؟ أوكي هو إجراء نفس اللي يصير اليوم في قاعة أو مركز المؤتمرات المعارض. ممكن تكون في ممكن تكون في نفس المكان. أنت الآن تروح مركز المؤتمرات والمعارض تقدر تصدر صحيح. تذكرة وفان آي دي بالتزامن مع بعض نفس الحال. لكن هذا على افتراض أن ظلت تذاكر. أنا أقول لكم يا أخوان من خلال منبرك يا أبو عبد الله إذا بإذن الله تعالى الرذم التذاكر مش مثل ما هو أنا أعتقد أنا اللي عرفت أنه لحد الآن تقريبا 60 أو 65% مباعت تذاكر. أبو عبد الله أنا اللي أقول لك عن الأرقام أكثر من ذلك. أكثر لا أكثر. عليهم الجمعة الحق لا تلحق. أنا أقول حق ما تلحق. لا لأن يبون يشوفون الملعب مناسبة. أنت تكلم راشد الفريقين يفرضون نفسهم. صحيح. لا أنا شوف أنا أقول لك الآن يعني الملعب جديد ملعب مونديالي والملعب يعني الكل يبي يشوف هالقحفية هذه. صحيح. حلو. أضف عليها أن المباراة أيضا مباراة السد والريان يعني. وبعدين في شيء يا راشد أنا أعتقد أن الجمهور كل اليوم فيها الحماسة فيها الشوق صراحة. بعد جائحة كورونا إنه يرجع من جد وجديد وإنه يترس الملاعب وإنه يحضر اليوم احتفالية. أنا ما أعتبرها نهائي عادي هذه احتفالية كبيرة حقيقة. احتفالية أول شيء بوجود راعي الحفل ما في شيء. هذا شيء انتهينا منه وراعي الحفل هذا يكفي بس هو بالضبط. وجوده بالإضافة إلى ذلك اللي بيروح بيستمتع بإستاد ولا أروع من الألف إلى الياء. نعم قحفية على أحلى مستوى. صحيح. وعلى أحلى ملعب صراحة. أنا أتواجدت في الملعب وعملت مقابلات في الملعب أرضية ولا أروع. يا أخي أنت ما خليت مكان ما رحت رايحك يا أنس. يا الله ما شاء الله يا رب. والله أبو علي يا أخي ما شاء الله. والله إحنا ما رحنا يا أخي وقسم بالله. يلا يلا دخلونا الملعب. هو يدخل لك يا أنس. بس ورك مليان الجرايد ويدخل الإعلامي ويدخل الملعب. ويروح كل مكان يا أخي ما يصير صدق أنا سفير يا أخي بظبطي سفير أعتذر إذا سفير أعتذر تعال صح أنا نسيت أنك سفير راشد تعاملوا معاه معاملة عادية يعني مو بأنه سفير بعد يقول لك 20 دقيقة لا على فكرة أنا أروح يعني رايح هناك ووصلت لهناك من جهة العمل يعني حلو اللي أنا فيها اللي كسفير هناك لأدي عمل موجود لهذا الأساس أدخل ولا لو يعني مو سفير العمليه اكيد لها بروسيجر ثاني يعني صعب كان سجلت موقف هو كان الحين على الهواء لا لا بس والله الحضور انا اغلب ربعي يعني راحوا كيو ان سي سي يقولون اجراء سهل جدا يعني يقولون تدخل والله يا ابو عبد الله ما تاخذ الفان اي دي وانت طالع ابو عبد الله احنا دور حتى بعضهم انا ما بغيت اقول حق مساعه كابتن خالد قال 20 دقيقه بعضهم قالوا لي والله اقل أبو عبد الله يدخل أنا أقول لك يعني والله نحن سعينا بكل ما تينا من قوة إن نسهل العملية والإجراءات حتى إن بالفعل نكون عرس رائع جميل يليق براعي الحفل فبالتالي هي تجربة لها وما عليها لكن بإذن الله تعالى تكون تجربة ناجحة جدا. إحنا نذكر نقول أن اللي يبي يأخذ بطاقة الفان آي دي عنده طريقتين أما يروح كيو إن سي سي والإجراء سهل بسيط وجدا يأخذها في نفس الوقت بالضبط يدخل ما يأخذ حتى أكثر من ربع ساعة يدخل ويأخذ بطاقته ويطلع أو عن طريق الأونلاين صحيح يقدر أنه هو يسجل وتوصل له خلال 48 ساعة من بريد قطر تجي لين مكانه يضع عنوانه وكل شيء
وتجيه البطاقة لين مكانه، أو أن اللي مثل ما قال أبو علي اللي يبغي يعني الحريص أكثر يبغي يأخذها وهو صحيح. يعني ضامن يمكن ينتظر ويعني ويتأخر. سبحانك يا رب. نعم بالضبط. صح، فيتجه إلى كيو إن سي سي. احنا اكيد راح يكون لنا حديث، يعني احنا متواصلين، بس احنا عندنا كابتن خالد سلمان وفهد يقولون ان المباراه تحمل اهميه كون ان السد والريان، وبالفعل السد والريان دائما ما يكون النهائي مثير ما بين الرهيب وما بين الزعيم، وهذه المباراه فيها نجوم عاد ما شاء الله، الريان خامس رودريغيز انزونزي عندهم إبراهيمي طبعا نجوم الجدد انا اتكلم عنهم بالاضافه الى ابراهيمي ايوت تكلم عنه في نادي صح. السد ويعني والجمهور يعني عرف قيمه هذا اللاعب اللي قام يؤديه كازورلا وعودته في مباراه الغرافه امس طبعا بوجود النجوم كلهم بنجاح ونجوم المنتخب، فمباراه من العيار الثقيل راح تجمع الريان والسد وباذن الله راح تكون مباراه جميله. خلنا نشوف تقرير الفريقين واستعداداتهم لهذه المباراة، وإحنا عندنا تقرير عن آخر نهائيين لعبوه السد وأنا هني والعربي سداوي ما عندي رياني أنا، عندنا تقرير يتكلم عن آخر نهائيين جمع السد والريان، لكن بعد هذا التقرير أول شيء راح نشوف مباراة استعدادات الريان والسد لهذه المباراة، خلنا نشوفها وياكم. هي ليلة لا مثيل لها لا في الحسن والجمال لها شبيه ولا قرين، هي ليلة الفخر في دوحة العز وعلى أغلى الكؤوس سيتنافس هل السد وهل الريان. الزعيم عاشق الأرقام ومدمن التتويجات والألقاب، السد الذي نال شرف حمل كأس سمو الأمير 17 مرة قبل ذلك آخرها كان في الموسم الماضي، عيال الذيب وجماهيرهم لا تريد للكأس العنابية مغادرة خزائن المجد حتى ولو كان المنافس رهيب ريان يغمره شوق لنصر ويعتريه حنين لأيام خلت تذوق فيها حلاوة الفوز ورفع الكأس بتصميمها القديم 6 مرات. كل الأجواء تشير إلى أننا على موعد مع نهائي استثنائي مثير تعلن قطر من خلاله للعالم قبل عام من المونديال بأنها كسبت رهان النجاح، وسادس المسارح سيبصر النور في الثمامة مزيناً الأرجاء والأجواء بعطر تفوح منه رائحة الأصالة والموروث والتاريخ والمجد. قبل المباراة وبالعطف على ما شوهد في الدوري من مستوى، فالسد مرشح فوق العادة لتتويج جديد فيه تأكيد بأن الزعيم لا تفلت من خزائنه كأس ولا درع، وبأنه بكتيبته من المحليين والمحترفين ومع تشافي حاضر دائما لرسم صفحة جديدة في كتاب التاريخ. بدوره الريان الذي سبق له التفوق على السد تحديدا في نهائيات كأس سمو الأمير يبحث عن حلول لتكرار مشهد الانتصار وتغيير صورة الدور المحيرة التي كان آخرها أمام دحيل بلان، من المؤكد بأنه يحضر مفاجأة ورسما وتكتيكا مع انزونزي وخميس وإبراهيم وكريم وياسر وحارس العرين فهد. كامل العدد سيكون في ملعب الجحفية الذي ستقسمه الألوان بين أحمر وأسود وبين أبيض وأسود في مباراة لا خاسر فيها. إذن السد والريان في نهائي كاس سيدي سمو أمير البلاد المفدى يوم الجمعة الساعة 7 مساء على استاد
الثمامة المونديالي. طبعا مثل ما قلنا نهائيات مثيرة تجمع دائما السد والريان، وهذه النسخة راح تكون مثيرة أكثر لأنها تلعب على استاد مونديالي وهو استاد الثمامة. آخر نهائي كان جمع السد والريان في عام 2017 وفاز السد 2-1. صحيح أبو محمد، السد والريان لقاء منتظر. أول شيء كلاسيكو قطر، الكل ينتظره، والكل يعني لما يكون نهائي لكاس غالي علينا كسيدي سمو الأمير الجماهير كلها تنتشي. يعني أتكلم أكيد المنتمين للسد والمنتمين للريان، لكن المتعة أن الفريقين يمتلكون مجموعة من اللعيبة على أعلى مستوى موجود. يعني خلنا نقول على الموسم الماضي أفضل مدرب أخذها شافي، هداف الدوري أخذ بنجاح، أحسن لاعب كازولا بالنسبة للسد بشكل عام. ففريق منتشي بالبطولات، جمع جميع البطولات الموسم الماضي، تكلم على 4 بطولات غالية أخذها الموسم الماضي، اليوم متصدر دوري 18 نقطة عنده، مسجل 26 هدف على 9 أهداف في المقابل يقابل ريان. ريان اليوم سادس الدوري، يعني عنده 8 أهداف. شوف الفرق ما بين نسبة التهديف من 26 إلى 8 أهداف، عنده في مرمى 12 هدف يعني. لكن الظل كلاسيكو وقيمة الكؤوس لا تعرف هذا. بس جمهور الريان زعلان يعني، يعني كان يتمنى أنه ما يخسر من دحيل قبل مباراة النهائية. يعني اليوم في نوعا ما عتب من جمهور الريان، ما بقول إحباط، ولكن أنا ما تمنيت، يعني أنا شخصيا ما تمنيت أن الريان يخسر من دحيل بهذه الطريقة وبهذا الأداء حقيقة قبل مباراته مع السد في النهائي. هي راشد، شوف الخسارة هذه تأثر نفسيا على الريان بشكل سلبي وحتى على جمهور الريان، لكن المباراة النهائية ما تخضع يعني الاعتبارات. يمكن أبو محمد تكلم عن أرقام وحتى تاريخيا في آخر 6 يعني مواجهات نصيب الأسد للسد 5 بطولات صحيح. مقابل الريان بطولة واحدة. احنا نتكلم عن 77 نعم. فاز السد 1-0، 82 فاز السد 2-1، 91 فاز السد 1-0، 2000 فاز السد 2-0، 2013 فاز الريان 2-1، و2017 فاز السد 2-1. واذكر ان في 2017 ابو علي ايضا كان تدشين استاد خليفه صحيح لاول مره صحيح. كان اول استاد يتم تدشينه لصالح كاس العالم وكان صحيح. السد والريان صحيح. هذا شيء طيب، فالخير نعم. فما تخضع الاعتبارات، لكن اذا جينا للواقع والمنطق السد يعني تفوق على الريان بمراحل كثيره، ويمكن الحلقه الماضيه قلت لك راشد ان السد في كفه وكل الانديه الثانيه في كفه، فانا شخصيا اتوقع يعني فوز كاسح للسد في هذه المباراه على الريان. فوز كاسح عطفا على مستوى الريان وادائه والضعف الهجومي اللي عنده، الضعف الدفاعي اللي عنده وقوه السد، اتوقع فوز كبير للسد على الريان في هذه المباراه. قال كلمه حق. انا ما قلت شيء زين. لا يعني انت تطلعني. على فكره المستوى الفني الان، فوز كاسح المستوى الفني يعني لا يقارن. فوز كاسح. انا اسميها، هو ترى ناقض نفسه على فكره، وانت بس قلت لي قال كلمه حق، هو ناقض نفسه. هو اول شيء قلت له انا ان الريان خسر من دحيل، عقب هو قال ان النهائيات ما تخضع لهذه الامور صح، بس هاي توقع الشخص. بعدين قال ان فوز كاسح اي توقع الشخص، اذا ما تخضع، اذا الريان قادر انه يوقف السد في هذه المباراه بشكل عام ما تخضع الاعتبارات، لكن انا اقول لك على الورق والمنطق والواقع ما في وجه مقارنه يعني. راشد خلنا ابو عبد الله، شوف كره القدم في الملعب 90 دقيقه. اليوم انا السد بينزل في المباراه يقول لك انا بكسب الريان بأقل جهد، لا، المباراة تطير من اليد، تطير ما تجلس. كرة القدم جهد في أرض الملعب، تركيز لازم يكون كامل في أرض الملعب، بطولة غالية تستلم الكاس من يد راعي الحفل، أشياء كثيرة فيها. والسد دائما يعني يتعامل مع البطولات النهائية دائما يتعامل بحزم فيها،
ويدري ويعرف قيمة هذه البطولة. لكن المباراة ليست سهلة. ليش؟ احنا نقيم الريان على مباراة الأمس اللي شفناه ما بين رودريغيز وما بين انزونزي لما جاءوا مع الفريق، أداء الريان انخفض. ليش؟ لأن بالأساس عملية التوزيع بالنسبة للمحترفين غير جيدة في الريان، ضعف عنده وسط الملعب، لا يوجد أي لاعب في وسط الملعب يقدر يستقطع الكرة. صار انزونزي مع رودريغيز مع عبد العزيز حاتم، فالعملية كل اللعيبة هذه تبي تلعب. هذا إذا ما انحل واستلم السد المباراة بالطريقة ذي، لا العملية تختلف. أبو علي أنتوا أيضا يعني ما بقول من حسن حظكم، لكن هي بالفعل مناسبة حلوة أن أنتوا في تدشين هذا الأستاذ، وأنتوا يعني أكيد تتمنون يعني أبهى صورة في هذا اليوم، وهي جاتكم أن جمهور السد وجمهور الريان يكونون متواجدين في هذه المباراة. شوف يعني أنا كل نهائيات كأس سمو الأمير الجمهور القطري كله صراحةً أنا أقول لك يهب هبة إنه يحضر هذه المباراة. ذكرني في أي نهائي مختلف الفرق اللي شاركت، الخور، قطر، كل الأندية، إلا كان النهائي دائما يكون مكتظ صراحة. يعني الجمهور الكروي صراحة لو يكون يعني بس 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 مثل ما قال كابتن خاصة هذا كلاسيك ولا يعني إيه ما في شيء لا طعم يعني لما تقول السد والريان طعم آخر ما في يعني. شك ما في شك اللي تقوله كله صحيح عبد الله، لكن أنا أقول لك إياه ملعب جديد نهائي غالي إنزين، أيضا عوامل مساعدة، لكن اليوم الجمهور مثل جمهور الريان صحيح. وفريق كبير مثل فريق السد صراحة وجمهوره ما في شك يعطيك أنت على ما يقولون بوش إنه وثقة إنه الملعب بإذن الله تعالى راح يكون في أبهى صورة، راح يكتمل بحضور مكتظ الجمهور ومو بأي جمهور، جمهور ناديين هاي جماهير يعني بالضبط. كروية تعشق الكورة وتطرب للكورة الجميلة، عرفت شلون؟ وهذا الجمهور اللي بالفعل اللي احنا نحتاجه واللي نتمناه. بالإضافة للجماهير الثانية مثل ما قلت أنهم يبون يحضرون لهذه المباراة وهذا الحدث وبحضور من سيدي سمو الأمير، يعني أكيد أن عوامل كثيرة راح تجتمع. صحيح. راشد بالإضافة ما نسى نقطة مهمة ترى، أنك راح تحضر في استاد كاس العالم، انت تسجل اول جمهور حضرت فيه. صحيح. هاي انت اللي عندك بطاقه، انا ما عندي للحين. عاد ما عندك بتطلع بكره بروح بتصرف بيطلعون لك جايبك وقال لك قال لك قال لك اخوي خالد قال لك بطاقتك خلاص، قال لك بكره تبي المترو يوديك هناك بكره بيحرك لك بروح خالد. والله بكره بروح والله بكره لا روح انزين، فانك تسجل نفسك ان انت اول جمهور حضر في كاس ولا في ملعب مونديالي وافتتحته مع راعي الحفل الملعب هذا. صحيح. هذا يحسب كذلك. يعني صراحة يعني الحديث عن نهائي كأس الأمير دائما يكون حديث شيق. أي والله. وخاصة أنا يعني أحس أن يعني في هذه المباراة في شيء بيصير. يعني أنا يرسلون لي والله رسائل أن الفوز للسد وأن الريان يحكمون على مباراة الريان ودحيل. أنا عندي إحساس أن في هذه المباراة راح يكون في مفاجأة من الريان صراحة. يعني فوز الريان بيكون مفاجأة راشد؟ لا 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 يا أخي مش مفاجأة، أنا أقول لك بناء أحيان. أنت قلت فوز كاسح، خالد سلمان قال كلمة حق، أنا الرسائل عندي كلها تقول أن السد، أنا أقول لك في مفاجأة، يعني الريان أمام دحيل ما راح يكون هو الريان أمام السد، هذا قصدي أنا. من يفوز في الأخير أنت تتكلم عن الريان والسد، يعني لو فاز الريان مش مفاجأة ولو فاز السد شيء طبيعي. شباب يعني كلنا يعني كرويين وكلنا من الوسط، يعني ندري أن النهائيات صراحة ما تخضع حق كل الأمور اللي احنا نتكلم عنها نهائياً، يعني قد المفاجأة يعني واردة، إن كانت هناك مفاجأة علمي من فوز الريال أنا ما أعتبرها مفاجأة صراحةً. أنا ما بسألك وإن كان السيد أنا ما بسألك أنت مع من، أنت قطراوي بس أنت مع من في هذه المباراة؟ أنا مع الملعب من شغل مع الملعب المباراة. عندنا آخر نهائيين خلنا نشوفهم، اجمعوا السد والريان 2013 و 2017 هم آخر نهائيين اللي موجود عندنا. أما النهائيات كلهم إحنا قلنا في 6 نهائيات 5 فاز فيها السد ونهائي واحد في 2013 فاز فيه الريان.
خلونا نشوف نهائي 2013 اللي فاز فيه الريان و2017 اللي فاز فيه السد، واذكر يومها كان هو تدشين مثل ما قلنا اول ملاعب المونديال في 2017، يعني قبل كاس العالم بخمس سنوات دشنا اول ملعب لكاس العالم وهو استاد خليفة. خلنا نشوف النهائيات الاثنين ونرجع لكم. جميع الامن الجهات اليمنى ملعوبه للريان، فابيو سيزار يلعب كره عرض،2017 كانت شافي لاعب والاسيست اللي عمله الجميل لحمرون وقدر السد انه هو ينهي هذه المباراة. الان شافي مدرب للسد والوضع اختلف اليوم في الريان، ايضا نجوم اليوم خميس رودريغيز موجود في المقابل، ايضا نجوم في نادي السد. أنا أتوقع أن المباراة راح تكون جميلة نارية بين الفريقين،
وأتوقع فيها مفاجآت. أنا ما أقصد أن إذا فاز الريان مفاجأة أو أن إذا فاز السد لا طبعا، ولكن الحكم على الفريقين قبل هذه المباراة أنا ما أتوقع. في المباراة النهائية هذا وضع مختلف، كلاسيكو السد والريان وضع مختلف. مترو الدوحة يعلن أن إذا كنت تود الحضور للمباراة النهائية والحصول على هدية تذكارية مميزة لنهائي كأس سيدي سمو الأمير 2021، كل ما عليك هو استخدام بطاقة المشجع الفان آي دي، معلش احنا قلنا هذه عنك بو علي، للتنقل معنا للذهاب إلى الملعب في المترو المباراة النهائية، وتشارك معنا بالسحب على قمصان عليها توقيع من نجوم الفريقين، يعني من السد ومن الريان. كل ما عليك أنك تستخدم الفان آي دي وتركب المترو وراح تدخل في السحب، وإذا كان لك نصيب راح تفوز أنك أنت تأخذ القمصان الفريقين. على طاري القمصان، إيش رأيك قميص السد؟ عجيب عجيب، حبيت البارح، حبيت اللون العنابي على الذهبي. إيه، وبعد من اللون مبروك، يعني هو ياب ستة على الغرابة شيء بسيط. أبو علي عندي سؤال، راح يكون فيه فانزون للجمهور مباراة نهائية لكأس سيدي سمو الأمير؟ لا ما راح يكون فيه فانزون، بس يكون فيه عديد من الفعاليات المتوزعة، احنا نسميها في اللاست مايل، دور ما دور الملعب وداخل حدود الملعب. نعم. طيب في مفاجآت للجمهور انتم كلجنة منظمة؟ يعني مثلا يعني راح يكون، يعني احنا المترو اعلن ان في هدايا واشياء حلوة للجماهير، انتم ايضا كلجنة منظمة لهذه المباراة؟ لا خلينا راشد، خلينا نأكد على نقطة صراحة، اليوم احنا كل جهات الوطنية في الدولة وكل الشركاء الاستراتيجيين اليوم شغالين لهدف واحد. أمانة شركة كيوريل من الشركات اللي دائما أبدا شغالة معاها وأصحاب مبادرة في مثل هذه الأمور، يشكرون عليها، لكن جميع الجهات قاعدة تعمل من أجل اليوم إظهار هذا العرس الكروي بالشكل اللي يستحقه، بالشكل اللي يليق فيه ويليق برأيي. فبالتالي في العديد المفاجآت، ود الناس تحضر قبلها بمدة بس تكون في الملعب، إن شاء الله تستمتع يعني. نعم. بسماعيل أنا أدري بك شو تفكر فيه، أعرف شو يفكر، شلي في باله هو أن الملعب وده كان أن العربي يكون موجود على هالمدرجات الحمر، وده كان العربي، بس عاد مو بكل مرة هم دشنا أستاذ الريان، صحيح خلاص عاد يا ابو اسماعيل. والله بعد تاخذون ملعب، اسمع انتم اخذتوا ملعب الريان دشنتوا فيه، والريانيين يدشنون في ملعبكم. ان شاء الله وجود العربي بيكون مساله وقت يعني بسيط، ان شاء الله اتمنى ان شاء الله. على العموم احنا عندنا ايش بقى عندنا؟ طيب احنا باقي عندنا تقرير الدوري، بس قبل ما نطلع تقرير الدوري لنا بنودع أبو علي. أبو علي أنا أول شيء أشكرك، أقول حضورك يعني، على فكرة ترى الجمهور التذاكر والفان آيدي إحنا اللي قاعدين نتكلم عنها، أنا مساعة قلت 65%، لا بعد النسبة أكبر أبو علي على حسب المصادر اللي جيني، وأنت أكيد يعني عندك المعلومات. عبد الله النسبة ما يقارب قربت من 80%. 80. فأنا اللي مساعة قلت لك إياه. أي جمعة يا أبو محمد؟ إذا من يوم الأربعة ما عندك شيء. قلت لك إذا ما خذك القطار. لا لا لا. بطاقتك ما راح تلقاها. أنا علي توصل. أبو محمد أنت إيش قلت الحق ما تلحق. الحق لا تلحق. أنا عن نفسي أمانة بكرة بإذن الله راح أتجه للكيون سي سي وراح أخذ الفان آي دي، لأن ما يعني خلاص إذا 80% لين أشترك لين تجيني، فأنا مباشرة راح أتجه واخذ بطاقتي. احنا راح ناخذ تقرير الدوري، بس احنا راح نشكر ابو علي، لان ابو علي احنا سمح لنا اليوم خذناك، ترى اليوم يعني ابو علي اليوم مفروض يكون مع اسرته والله، لان اليوم يعني ابو علي محتفلين فيه، لان اليوم يوم زواجه، فاحنا سحبناه من هذه المناسبه. انا اعتذر صراحه لاسرته الكريمة واعتذر لعياله صراحة، لكن أبو علي تدري إحنا حلقتنا الاثنين والنهائي، فأنا أشكرك صراحة. أنا أشكرك عبد الله، والله يهنيك دوم يعني. الله يحفظك عبد الله، أنا أشكرك صراحة على هذه الاستضافة، وأشكركم دائما وأبدا، أنتم يعني
داعمين لنا في لجنة المشاريع والإرث. حضوركم معانا في كل هذه المناسبات ما في شك شيء احنا نفتخر فيه ونعول عليه كثير. اتمنى ما اكون ضيف ثقيل معاكم ولا على جمهوركم الكريم، واتمنى باذن الله تعالى اشوف الجميع حاضر ومشرفنا في نهائي غالي علينا جميع ان شاء الله يوم الجمعه القادم. كلمه اخيره تحب تقولها للجمهور فيما يخص مشروعكم بالنسبه للفان اي دي، فيما يخص الملعب، فيما يخص المداخل للملعب والمخارج، فيما يخص وسائل النقل. ابو عبد الله، انا اتمنى من الجمهور الكريم بدايه ان يسرع في الحصول على التذاكر المباراه وعلى حصول على بطاقه المشجع. النقطه الثانيه، اتمنى من الجمهور الكريم ان يكون متواجد قبيل انطلاق المباراه على الاقل ساعتين اذا مش ثلاث ساعات. النقطه الثالثه اللي اتمناها ابو عبد الله، ان يتم استخدام المترو كوسيله وصول الى الملعب، كونه هي بتكون مخفف من الازدحام، مخفف من الازدحام على هذه المنطقه. هذه فقط نصيحتي للجميع. اتمنى لهم باذن الله تعالى حضور رائع، اتمنى لهم استمتاع صراحه بهذه الايقونه الرياضيه المعماريه الرائعه. نعم، شكرا لك خالد المولوي. شكرا على حضورك، وباذن الله راح يكون نهائي يعني يفرحنا كلنا، وراح يكون نهائي مميز باذن الله. شكرا عبد الله. شكرا. عموما احنا عندنا تقرير عن الجوله الاخيره من دورينا. طبعا امس كانت لعبه السبت ولعبه الاحد، فما يصير ما نتكلم عن الجوله السادسه من دورينا. راح نطلع عن تقرير الجوله السادسه، وراح نودع ان شاء الله خالد المولوي، ولكن فهد وخالد راح يكونوا موجودين معنا بالاضافه الى وجودكم مشاهدي الكرام. تقرير الجوله السادسه ونرجع لكم. في سادس الجولات حضرت الإثارة وغزورة الأهداف. في سادس الأسابيع أجواء بعض الفرق تبدلت فيما استمر الحال على ما هو عليه عند الآخرين. في مباراة الرسائل الواضحة قالها السد: أنا الزعيم فهل من متحد منازل؟ وحينما رد الفهود بأننا حاضرون جاهزون لقلب الطاولة، كانت آخر الكلمات: كلما اقتربتم مني عنكم ابتعدت. بالقميص الأسود وبحضور جميع المحترفين، بالقميص الجديد وبوجود الكولومبي خميس وجماهيره التي توقعت كما ظن الجميع بأن الريان سيكون الند والخصم العنيد للدحيل، وبأنها خير استعداد لليلة أغلى الكؤوس، إلا أن الرد جاء مزلزلا: أنا الطوفان وأمواجي صعبة عالية. في وقت سابق وفي برنامجنا قلنا بأن الخور يملك كل مقومات الأمان، قلنا بأن الأداء يتناسب عكسيا مع النتائج، حتى جاء العميد ليثبت صحة ما قيل عن حال الخور، وخلل في منظومة الأهلي لا يزال مستمرا إلى الآن. عند العربي يقولون: يعرف محتوى الرسالة من عنوانها. العربي يستعيد النغمة ويتحسس الطريق، وأمام الشمال الذي لو امتلك في فريقه أكثر من بهاء لربما كان الحال غير الحال. الملك فعل وعمل ما يجب أن يفعل، الملك متع كل من حضر مناصفة مع أم صلال، الذي ليس فقط قميصه هذا الموسم غير، وإنما حتى الروح والأداء. في كل مرة يلعب فيها الشواهين أنتظر كما غيري تغييرا في الشكل أو الرسم أو المضمون على أرضه أو خارجها. بات سؤال المحبين: لماذا يحب فريقنا إهداء النقاط للمنافسين؟ وهل سيتغير الأمر في المدى المنظور؟ والسؤال محال بطبيعة الحال إلى أهل الخبرة والحضور. كان هذا تقرير الجولة السادسة من دورينا. طبعا الجولة السادسة لعبت يوم السبت ولعبت يوم الأحد،
وفي مباراة مؤجلة لدحيل راح تكون يوم الخميس أمام نادي الوكرة. إذا فاز فيه دحيل راح يصل للنقطة رقم 18 ويتساوى فيها مع نادي السد اللي يتصدر. هذه نتائج الجولة. طبعا العربي فاز على الشمال 3-1، الوكرة فاز على السلية 1-0، ومصلال وقطر 2-2، الخور والأهلي 2-2، حيل فاز على الريان 3-0، وعندنا السد فاز على الغرافة 6-4. طيب جدول الترتيب، السد في الصدارة من 6 مباريات عنده 18 نقطة، دحيل من 5 مباريات عنده 15 نقطة، وعنده مباراة مؤجلة يوم الخميس مع الوكرة. عندنا العربي في المركز الثالث. والله حلو وضع العربي يا فهد، ان شاء الله بس يستمر يواصل يعني ان شاء الله. الغرافة في المركز الرابع، ثم الوكرة، الريان، أم صلال. في المركز الثامن عندنا قطر، ثم الأهلي في الخور، السلية في المركز الـ11، والشمال في المركز الـ12. هذا هو جدول الترتيب. أبو محمد، عندنا احنا 3 دقائق تقريبا، لكن اليوم السد هو المتسيد. صحيح. الكل كان يتوقع فوز السد على الغرافة. صحيح. وضع السد حتى مريح قبل المباراة النهائية. تشافي قال أنا لعبت مباراة من أجمل المباريات. صحيح. فكل المؤشرات لصالح السد. المتعة في كرة القدم عملها السد بتسجيل 6 أهداف، لكن علامة الاستفهام بالنسبة للدفاع على الأهداف اللي جات عليه، اللي تلقاها الأربعة. لا يمكن فريق أن يصبح يعني يبحث على أنه يكون بطل ويكون مرمى يتلقى في مباراة 4 أهداف. يعني هذه لا يمكن. حتى شافي تكلم عنها هذه النقطة، قال علينا عالج نقطة الدفاع. فالسد دائما ممتع لأنه يمتلك قوة ضاربة في الهجوم، يمتلك 26 هدف اليوم في الدوري كأعلى نسبة تهديف في الدوري موجودة عندنا. فهذا شيء لأنه يمتلك قوة ضاربة مثل ما قلت لك في الهجوم. أمس أبو محمد البعض قال لك في بلنتي للسد، بلنتي للغرافة انحسب، بلنتي أو يعني البلنتي اللي للغرافة انحسب مش بلنتي. بعدين أيضا كان في بلنتي للغرافة ما انحسب. فش اللي صار أمس؟ شوف أمس كان في بلنتي للسد ينحسب على طول الكرة محسبه، محسب راحت بلنتي للغرافة، وكنت أتوقع أن العملية راح الفار راح يبينها لأن هي واضحة كانت لمسة يد والإيد خارجة برا الجسم، لكن الفار لم يحتسبها، احتسب ضربة الجزاء سجل منها. الثانية كانت كذلك لمسة يد في طارق سليمان، واضحة لمسة اليد لم يحتسبها الفار. الفار كان عادل في القرارين، يعني ما عطى السد ما عطى الغرافة. ما عطى الغرافة. فهد دحيل عنده 15 نقطة، عنده مباراة مؤجلة، لو فاز راح يساوي مع السد. أنا أذكر أنك أنت قلت السد في كفة ودحيل في كفة ثانية، لكن إيش قلت؟ مع الأندية الثانية بس متربع يعني على يعني السد ودحيل هم لا، السد غير، السد يختلف، خلي على جنب السد كفة بروحه، تحيل مع الأندية الثانية بس هو يتصدر الكفة الثانية. يتصدر الكفة الثانية، لكن تحيل راشد هالموسم صراحة قاعد يقدم كرة حلوة، كرة جميلة. أعتقد توفقوا يعني تماما مع المدرب الجديد، يعني واضح أن هذا المدرب له بصمة يعني جيدة جدا على الفريق. أعتقد تحيل راح يكون له يعني شأن كبير يعني. والعربي وينه من السد وتحيل؟ العربي طبعا يعني فارق كبير، يعني سنوات ضوئية بين السد وتحيل كمستوى وكنتائج، لكن يعني العربي قاعد يلعب واقعية كبيرة، والمباراة الأخيرة أمام الشمال يعني قدم أداء ونتيجة بعكس المباريات السابقة. احنا وصلنا للختام اليوم، طبعا كان حديثنا أكثر عن النهائي، كان عندنا خالد المولوي تكلمنا عن استاد الثمامة، عن الجماهير اللي بتحضر المباراة النهائية اللي مثل ما قلنا راح تكون يوم الجمعة بإذن الله، تجمع السد والريان على نهائي كأس سيدي سمو الأمير. احنا موعدنا معاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، بس قبل الختام فهد، من يفوز في النهائي؟ السد. كم؟ مو بأقل من 3. خالد؟ السد. كم النتيجة؟ تروح على 5. احنا وصلنا للختام، موعدنا معاكم مثل ما قلنا يوم الاثنين القادم، واكيد راح تكون حلقة كاملة عن نهائي كاس سيدي سمو امير البلاد المفدى. خلكم في الملعب في استاد ثمامة واستمتعوا، في امان الله.